صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في تسمية سور القرآن؟ هل هو توقيفي أم اجتهادي من الصحابة؟ بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي من الصحابة. في سورة البقرة ورد تسميتها في الحديث، سورة البقرة، كذلك سورة العمران ورد أيضا في الحديث تسميتها بذلك. فهناك سور وردت تسميتها بالأدلة، وهناك سور لم يرد بتسميتها دليل لكن الصحابة اجتهدوا في تسميتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولو راجعت كتب أصول التفسير عرفت هذا. نعم.